مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجمي. في البداية خلونا نعتذر عن وجود زميلي العزيز الأستاذ ممدوح النجمي، وإن شاء الله يكون متواجد معانا في الحلقات القادمة. الشارع المصري عنده مشاكل كتيرة جدا، بجانب المشاكل اللي عنده مش بيبطل تفكير في الحوادث والقضايا اللي بقت شغلاه في الفترة الأخيرة، ما بين سد النهضة، ما بين الإرهاب اللي احنا كل فترة وفترة بنلاقي ان هو بيحصد أرواح الأبرياء من المصريين، ما بين تصريحات الرئيس اللي حازمة جدا ويتكلم فيها عن سد النهضة ويقول انه مش هيسيب مية النيل لأي حد مهما كلفه الأمر. هيئة السكة الحديد واللي بيحصل فيها، وطبعا خالص التعازي لأهالي طوخ في الفترة الأخيرة، الحادث الأليم اللي حصل من السكة الحديد. الشارع المصري ملتهب، الشارع المصري مش بيتكلم عن أي حاجة غير عن إيه اللي بيحصل وإيه اللي إحنا مش عارفين اللي جاي هيبقى عامل إزاي، ما بين سد النهضة، ما بين السكة الحديد، ما بين كورونا وحصد الأرواح اللي إحنا شفناها في الفترة الأخيرة والموجة التانية والتالتة. يا ترى الحكومة بتعمل إيه؟ ويا ترى الحكومة شغالة إزاي؟ ليبيا وسفر الرئيس مصطفى او سفر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لليبيا، وهل العمالة المصرية هترجع تاني ليبيا ولا لا؟ علشان كده هيكون معانا النهارده ضيفنا وضيفكم في مداخلة هاتفية اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية ومحافظ الوادي الجديد سابقا، اللي هيجاوبنا على كل الأسئلة اللي بتدور داخل كل بيت مصري. سياده اللواء، انا يا فندم، انا دلوقتي اهلا بيكي، نورتنا النهارده في برنامج مع النجمي. بنور حضرتك وبنور كل الساده المشاهدين ان شاء الله. احنا كان نفسنا حضرتك تكون متواجد معانا في الاستوديو، وهنستنى وعد منك انك اول ما ترجع من السفر تكون متواجد معانا. انا اوعدك، ويسعدني ويشرفني ان انا اكون مع الساده المشاهدين مع حضرتك وفي القناة وكل الكوادر اللي موجودة في قناة الصحة والجمال. ربنا يخليك يا ست اللواء. ست اللواء، كلمنا كده عن التهديدات والمخاطر اللي بتواجه مصر في الوقت الراهن. طبعا بداية، طبعا أنا بقول للشعب المصري العظيم ومن كل طوائف الشعب المصري بدون استثناء أي أحد، وآلية القوة العسكرية المصرية اللي هو الجيش المصري ورجال الشرطة، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان اللي هي توافى بكرة إن شاء الله. وحضرتك طيب وبخير يا رب. وربنا يجعله إن شاء الله مصر دائما منتصرة في كل قضاياها بإذن واحد أحد إن شاء الله. اللهم بتماسك هذا الشعب العظيم إن شاء الله. أما سؤال حضرتك، طبعا سؤال كبير جدا جدا وشامل يا أستاذة بسمة. أكيد. وأنا سعيد إن أنت تتيح الفرصة لي إن إحنا نتكلم على هذه التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري. والحقيقة هي في مرحلة، مصر حاليا في مرحلة فارقة في تاريخها، ومش عايز أقول عشان المشاهد الكريم يكبر الصورة معانا وإحنا بنتكلم مع حضرتك. اتفضل. مصر لا تواجه فقط، هي لا تواجه الإرهاب، بل هناك دول عربية عديدة، بل هناك دول أفريقية أيضا. إذن كل منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية تواجه مخاطر في هذه المرحلة الفارقة في تاريخها. لما نيجي في الجزئية الأولانية يا أستاذة بسمة، اتفضل، نقول هو إيه الفرق ما بين، عشان برضو نفرق ما بين كلمة التحديات التي تواجه الأمن القومي والمخاطر والتهديدات. التحديات هي تلك المشاكل الداخلية التي تواجه الدولة والشعب في كافة القطاعات اللي موجودة. يعني احنا لو قلنا اذا كانت على سبيل المثال البطالة اذا كانت وصلت عددها، يبقى نسبة كبيرة جدا، ده اذا وصل يعني، وهي بالفعل كانت كده، كانت وصلت الى حوالي 20-30%. فبالتالي كانت احد قضايا الامن القومي المصري هي التحديات، هي حل مشكلة البطالة، وهذا تم من خلال المشروعات القومية باختصار على ارض جمهورية مصر العربية في كل مجالاتها. خلت ملايين العمالة اللي رجعت من ليبيا الشقيقه بعد الارهاب، واللي رجعت من العراق بعد الارهاب، فاستوعبت مشكله البطاله. اما التحدي الداخلي الاخر وهو
صحة المواطن المصري. الكل بيتكلم عن ان احنا عايزين نبني البشر وليس الحجر، هو قول صحيح، ولكن انا عايز اقول كل ما يتم على ارض مصر هو اللي بناء البشر، واحد الملفات المهمة جدا جدا هي صحة المواطن المصري. كيف طبعا. هذا تم؟ زي ما حضرتك عارفة وزي ما اسمها، كان كل وسائل اعلامات الاعلام مقروء ومرئي ومسموع كانت تتكلم على ان الكبد المصري مصاب، الكبد المصري عليل، وهذا يؤثر على الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية ده حقيقي. وكل الأمور وهكذا. واجهت الدولة ليس فيروس سي فقط، ولكن المرأة، صحة المرأة المصرية، الأمراض المزمنة، كل ده ملف اتفتح وتوفر الدولة ليه إمكانيات مالية عالية جدا من أجل صحة المواطن المصري. أما المستجد في الناحية الصحية أيضا هو موضوع كورونا. كورونا، موضوع احنا كورونا عندنا كارثة جديدة يا سيادة اللواء بسبب أزمة كورونا. حضرتك عارف ان الموجة الثالثة، مش الاولى ولا الثانية، الموجة الثالثة انا بتحصد ارواح ابرياء كتيرة جدا. كلام حضرتك صح جدا جدا يا زبتنا. فعلا انا عايز اقول بمنتهى الصدق، الشعب المصري العظيم اللي هو قد يكون على التواصل الاجتماعي، والجهات الاعلاميه المتنوعه مقروء ومرئي ومسموع، وجهات الدولة، أنا عايز أقول كلنا في مركب واحد. ده حقيقي. إحنا لابد أن كل منا يعني يحافظ على الإجراءات الاحترازية على قدر الإمكان بحرص أزيد من الأول، حتى لا تزيد الإصابة وتزيد الوفيات ونبتدي نعاني. وبالتالي أنا مش شايف إن، الحمد لله، أيضا وزارة الصحة بتعمل اجراءاتها، من حقيقي. يقدم على التطعيم لكبار السن وذوي الامراض المزمنه بتصل ليه رساله فوري يقول لك توجه الى المكان الفلاني لعمل التطعيم اللازم. والفحوصات اللازمه برضه يا سياده لكن عايز اقول لك يا استاذه بسمه ان هذا ايضا ليس فقط، لكن احنا دورنا كمواطنين عدم الاستهتار، ما ناخدش الموضوع بان الموضوع ده بنقلل منه، لا، الاجراءات، مش حد يقول ايه ان الاصابه هتجيلك، لا، احنا لازم نعمل اللي علينا يا ساده، ده ساده حقيقي. المشاهدين الكرام، نعمل احتراز على قدر الامكان عشان ما نجيش نبتدي نقول ان العدد زاد اكتر من الاعداد الاسره اللي موجوده والعنايه المركزه في المستشفيات. احنا نجحنا نجاح عظيم في الموجات السابقه، عايزين الموجه اللي احنا فيها دي، انا شايف الاعداد الوفيات بقت فوق ال40، واعداد الاصابات بقت في بقت فوق تزايد ال100. مستمر يا سيادة اللواء. وكورونا ما بتفرقش ما بين غني وما بين فقير، ما بين فنان، ما بين مواطن عادي، يعني هي كورونا ما بتفرقش. كلامك صح جدا، وما بتفرقش ما بين اللي راكب عربيه ملاكي واللي عربيه راي نعام، ده حقيقي. يعني وما بتفرقش بين اللي داخل يشتري من سوق جمله واللي بيشتري من سوبر ماركت، وده ما حضرتك قلتي، لا من فقير ولا غني ولا متعلم ولا جاهل، الفيروس موجود. كلنا في مركب واحدة يا سيادة اللواء. بالظبط كده، عشان كده احنا نساعد، مش بنساعد الدولة، ده احنا نساعد نفسنا. كل واحد لابد ان تكون لديه ثقافة الحفاظ على نفسه والحفاظ على اسرته، الوقاية خير من العلاج. هذا هو ملف اللي هو ناحية كورونا. طب سيادة اللواء، أنا خليني كده أخطف حضرتك خطفة سريعة. الشارع المصري كله بيسأل سؤال واحد، مصر تفضل. هتعطش ولا مصر مش هتعطش؟ بالنسبة لموضوع سد النهضة، أنا عايز أقول حاجة. اتفضل. أنا شخصيا متفائل جدا. مصر تاريخيا مش بقالها 1000 سنة ولا 2000 ولا 7، مصر كدولة ضاربة في عمق التاريخ، ومقدرات المياه بتاعتها موجودة، ربنا اللي أراد بأنها تصل إلى مصر، والأنهار في كل دول العالم، لا ترتبط الأنهار بدول المصب في كل دول العالم، بل دايما الأنهار اللي هي المياه العذبة التي ترتبط بمياه الأمطار في كل دول العالم، دول المصب ودول المنبع في قارب أو مركب واحد. ما فيش حاجة الناس ما دول المصب بتمنع المياه، المنبع قصدي، بتمنع المياه عن دول المنبع المصب، فده مهم جدا جدا. الحاجة الثانية، نحن نثق تماما 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 في القيادة السياسية المصرية والأجهزة المعنية، سواء وزارة الخارجية أو الري، في بذل كافة الجهود، لأن من الأساس
احنا دايما يا استاذه بسمه اتفضل يا سياده الله. الثقافه اللي عندي اللي موجوده عايزين نقول نتكلم دائما في اطار ما يذكره السيد رئيس الجمهوريه. السيد رئيس الجمهوريه قال بالتحديد لن نفرط في نقطه مياه من حق مصر. واحد. اثنين قال ان احنا لن نهدد الاشقاء وهم اشقاء والسيد رئيس الجمهوريه في اخر لقاء كده قال ايوه اشقاء نعم اشقاء. وقال ان احنا مش عايزين نوصل ان يبقى في خلاف في هذا الموضوع. الحاجه الثانيه مصر مشيت في الموضوع الدبلوماسي والسياسي وبرضه فشل. ومصر عملت حوالي 15 مقترح للوصول الى اسلوب الملء والتشغيل اللي هم النقاط الخلافيه مع الجانب الاثيوبي. تمام. النقطه الثالثه ان مصر ايضا طرقت موضوع الوساطه بوساطه امريكيه والبنك الدولي، وايضا في شهر 2/2020 رفض الاثيوبي التوقيع على هذا الموضوع. مصر ايضا بترفع الموضوع ده لمجلس الامن. مصر طرقت الاتحاد الافريقي والمؤتمر اللي كان في موجود في جمهوريه الكونغو. اذا على الجانب السياسي مصر بتتخذ كافه الاجراءات السياسيه المتاحه دوليا لاي حل نزاع ما بين الدولتين او اكثر بالطرق السلميه. لكن عايز اقول الكلمه في هذا الموضوع، نحن مصر لديها القدرات والامكانيات الكثيره والاليات الكثيره بكل ما تملك للحفاظ على كل نقطه ميه من حقها في مياه النيل، ونحترم في نفس التوقيت الاشقاء والاصدقاء تماما، ونتمنى ان يكون هذا الموضوع بالطرق السلميه. المواطن قد يسال يقول ما هو سياده اللي هو بيتكلم كده بكلام سياسي. انا عايز اقول بمنتهى البساطه احنا النهارده بنحتفل يا استاذه بسمه باحتفالات انتصارات عظيمه طبعا اكتوبر 73. انا عايز اقول لا ياتي لا ياتي لا ياتي الحلول الاخرى، مش عايز اقول حل ايه، لا ياتي على التواصل الاجتماعي او الاعلام، لان في بعض الحلول يكون مطالب لها السريه والمفاجاه والتخطيط والاعداد. سياده اللواء، سياده اللواء، بمناسبه يعني الحلول، ان في حلول سريه وان في كلام كتير سري بيتقال، انا كنت عارفه ان في لقاء ما بين حضرتك وما بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب موضوع ازمه سد النهضه. حضرتك استشفيت ايه؟ يعني اللي احنا شايفينه، يعني كتير بيقول هي مصر ممكن تدخل حرب، وزي ما قلت لحضرتك في البدايه مصر ممكن تعطش، فحضرتك شايف ايه يعني؟ لا بص يا استاذه بسمه، مصر مش هتعطش. اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. مصر مش هتعطش خالص، وان شاء الله ميتنا، نحن لدينا ثقه خلال الشهرين اللي موجودين ما قبل الملء الثاني انه سيتم الوصول الحلول، لان الموضوع عشان تدخل المنطقه في مشاكل يعني بتأثر على أمن المنطقة بالكامل. أعتقد القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي والاتحاد حتى دول العالم والأشقاء في الدول العربية لن يرضوا أنها تحدث منطقة تؤثر على الأمن العام في المنطقة. ومصر لا يمكن، هي والسودان الشقيق لن نسعى لهذا الموضوع ونتمنى الوصول، لكن نحن نتكلم على آلية أخرى أنا مش عايز أقولها وانا بتكلم مع حضرتك. واحنا هنحترم ده يا سياده اللواء، يعني احنا هنحترم ده، لكن اعتقد المواطنين فاهمين. عشان كده انا بقول لهم رساله، احنا الاليات كلها معانا ونثق في القيادات عندنا ولا نتكلم في التواصل الاجتماعي. وانا عايز اقول لكم حاجه، اتفضل. في يوم من الايام يا استاذه بسمه، اتفضل يا سياده، كان في اتفاق ما بين السعوديه ومصر على انشاء جسر الملك سلمان على خليج العقبه ما بين مصر من حوالي 6 سنين. ابتدى للاسف التواصل الاجتماعي احنا كمواطنين الوطنيين المحترمين نتكلم نقول ان هذا الجسر يؤثر على الدوله اسرائيل وهيخنق اسرائيل. اين هو الجسر الان؟ اذا احنا ما نتكلمش على امور، نستبق الامور على التواصل ونتكلم ان احنا هنعمل وهنعمل وهنعمل، نمشي في اطار ما يتحدث به القياده السياسيه والاجهزه المعنيه. لكن انا بقول باجزم مصر لن تعطش. الحاجة الثانية، ما حدش يا ما يقول ايه اتفاقية النيجر هنعمل نهضة النيجر، لا ما نتكلمش على حاجة كلام مبهم. يعني احنا حضرتك شايف ان السوشيال ميديا اوقات كتيرة بتتكلم كلام مبهم ملوش أي صحة من الأساس. أنا عايز أقول بمنتهى الصراحة، اتفضل. طبعا السوشيال ميديا رغم إن هم وطنيين وبنحترمهم وبنحبهم، لكن بيضروا بالوطن بالأمن القومي المصري بدون أن يدري أن هذا ضار. طب ايه المطلوب مننا واحنا في التواصل؟
نقول ندعم القيادة السياسية فيما تراه من قرارات مناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه سد النهضة. تمام سيادة اللواء، يعني احنا كده خدنا الشق بتاع سد النهضة. حضرتك تابعت طبعا، انا عارفة ان حضرتك متابع جيد جدا للأحداث اللي متواجدة على الساحة خاصة في الفترة الأخيرة. حضرتك شفت طبعا اللي حصل في هيئة السكة الحديد، خليني أقول رأي حضرتك إيه في اللي حصل في السكة الحديد، خاصة إن كانت في كذا حادثة ورا بعض، كان آخرهم الحادثة بتاعت طوخ. نعم، شوفي يا أستاذة بسمة، أنا هتكلم بمنتهى الصدق في هذا الموضوع ده، ولو لو لو الأصدقاء اللي سامعيني وشافوا أنا كتبت إيه في التواصل الاجتماعي، أنا متابعة جيدة جدا لحضرتك على التواصل الاجتماعي. أنا عارف وأنا بتصرف بكده يا أستاذة بسمة. الله يخليك يا أستاذة. عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا دائما بقول اذا كان هو عمل اولا كمبدا عام لا نستبق، دائما مش عايزين نوجه الجهات المختصه في اتجاه معين، لا نستبق الجهات اللي هي المعنيه ان احنا نفترض ان هو مثلا هو ارهاب مباشر او نستبق ان هو اهمال مباشر، لان طالما الموضوع ما زال في التحقيق انا عايز اقول بمنتهى الصدق طبعا. كل الامور وارده بنسبه 100%، يعني وارد يكون عمل ارهاب، وارد انه يكون عمل ارهاب اهمال، وارد، لكن في جميع الحالات الارهاب والاهمال في عندي انا متساويين تماما، يعني اذا كان الاهمال يؤدي الى هذه الحوادث فهو عمل لا يقل عن عمل ارهاب ايضا، يبقى المفروض يجب ان يكون هناك محاسبه شديده جدا جدا بدون اي اعتبارات، كل من امل في هذا الموضوع يطلع مين او مين او مين او مين يجب ان يحاسب اذا كان عمل اهمال، وانا فرقت ان قلت ان الاهمال والارهاب حاجه واحده، يعني مش هيختلفوا كتير. طيب سياده اللواء، الشارع المصري كان غضبان جدا من بعض التصريحات اللي قالها سيادة نائب معين بدون ذكر أسماء، قال إن العنصر البشري مش قادر يواكب التطورات اللي حصلت في هيئة السكة الحديد، فهو ده المتسبب في اللي حصل. فأنت رأيك إيه أو ردك إيه على الجملة دي؟ شوفي يا زباس، أنا بحترم كل من يقول رأي مجرد رأي، نحترم زي ما بنقبل من المواطن نقبل برضه من نقبل بصي من كل الشخصيات. اللي عايز بص اقول لك حاجه، زي ما انا عايز احترم راي صديقي اللي موجود على التواصل يبقى انا برضو عايز هو يحترم راي نفس الموضوع، وهكذا لازم كلنا نتعلم في فرق ان احنا نبتدي ننظر بعين صعبه وباسلوب فيه حده الى الاخرين، لا احترم رايك بحضاره واحترم رايي بحضاره، ده المبدا العام ودي ثقافه يجب ان احنا نضعها في بعض ونثق في بعض، لكن انا بقول اتفضل احنا دلوقتي عارفين هذا بسمه اتفضل نحن لم نصل، وانا بقول بصدق اهو لم نصل الى درجه الاتقان والضمائر في كل مجالات الحياه في كل الوظائف، اذا كان واحد بيتخيل ان الاخر اهمل، نعم اهمل، لكن انت برضه تلاقيك في مجال اخر او في نفس المجال انت مهمل ايضا في شغلك، احنا عايزين نوصل ان الاتقان العام في كل الوظائف في كل المهن في كل الحرف، في الزراعه وفي الصناعه وفي السكه الحديد وغير والطيران وكل في كل القطاعات يا سياده اللواء، عشان يبقى الاتقان عام، عندما نرتقي بثقافه الاتقان العام والارتقاء بضمايرنا من خلال عقولنا بقت ناضجه، هيبقى العمل اللي بنديره في اي مجال من المجالات اي مرفق من المرافق واستهلاكنا هيكون محترم في كل مجال، لكن دلوقتي الكل عمال بيطلع الاخر غلطان وهو نفسه لو بيشتغل في الشغلانه بتاعته بيغلط نفس الغلط. ده حقيقي. يبقى بالتالي ان احنا عايزين نقول لابد ان عشان نقول في هذا الملف ان من اهمل يحاسب تماما ولا اعتبارات في المحاسبه. علشان يكون عبره لغيره يا سياده اللواء. صح كده، الحاجه الثانيه نحن نقدر تماما، لان انا مش بقول الكلام ده كمواطن مصري لوحدي. المواطنين المصريين كلهم شايفين في مجالات، وانا لا ادافع ولا ادعم احد، انا بقول قدام ربنا اللي احنا شايفينه طبعا. هي الطرق دي مش احد عناصر اللي ظبطت في مصر، الكباري اللي ظبطت السيوله المروريه وخلت الموضوع اللي كانت تحت المناطق العشوائيه، ما هي الطرق والكباري سهلت حاجات، ودلوقتي بيحصل فيه تطوير في السكة الحديد اللي هيجي من العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة وتروح العالمين
عشان كل ده لصالح المواطن، فدي اجراءات بتتم. في اخطاء عشان ما حدش يقول لك ايه ده سيادتك بتتكلم في الحاجات الايجابيه، لا انا بقول ايجابيه والغير ايجابيه. ده حقيقي. الخطا لازم يتم محاسبه، ولازم نرتقي بضمايرنا واتقاننا في اعمالنا كل في مكانه، والمحاسبه لا اعتبارات فيها. يعني حضرتك بتشير ان المحاسبه ما ينفعش ان احنا نفرق بيها ما بين موظف صغير وما بين موظف كبير، ده اللي انا فهمته من كلام حضرتك دلوقتي. ده مبدا عام، ده مبدا عام، لا احد فوق الحساب نهائيا نهائيا نهائيا، لا احد فوق القانون يا سياده اللواء، صح لا كده؟ لا احد فوق القانون يا بسمه. وانا عايز اقول، وانا عايز اقول ان احنا دلوقتي السيد رئيس الجمهوريه، عشان الناس ما تفتكرش ان انا بقول كلام مرسل، انا السيد عارف رئيس الجمهوريه لما حصل يا استاذه بسمه، وانا بذكر الناس للدلاله على كلامي وصدق في اللي بقوله، لما كان احد الوزراء اللي كان الزراعه تم ضبطه في مشكله معينه ومحاسبته، واحد المحافظين المنوفيه كان في اشكاليه معينه تم ضبطه ومحاسبته، والرقابه الاداريه شغاله يعني بطريقه كويسه جدا في الفتره الاخيره. يعني لو حضرتك متابع، انا عارفه ان حضرتك متابع جيد للاحداث، يبقى هذا يؤكد ان الاعتبارات ومحاسبه اي مسؤول تم الغائها من قاموس القياده السياسيه تماما تماما، ولا احد فوق الاعتبار او فوق القانون، ولا بد ان نثق في هذا في قيادتنا السياسيه. طيب سياده اللواء، الارهاب يعني ناس كتيره، خليني برضو اوصل لحضرتك صوت الشارع او الكلام اللي انا بسمعه من الناس. يعني ناس لما نيجي نتكلم عن الارهاب او نقول ان في ارهاب سواء على الحدود المصريه او سواء داخل مصر، بيقولوا ان مين اللي بيعمل ارهاب؟ الاخوان، ما الاخوان محبوسين. فهل عايزين نوصل للناس، هل الارهاب مقتصر على جماعه الاخوان المسلمين او الجماعه المحظوره، ولا الارهاب ملوش علاقه بالجماعات الاسلاميه فقط؟ يعني حضرتك رجل جيش ورجل عسكري واركان حرب، وحضرتك خضت كتير من المعارك، فقول لنا كده رؤيه حضرتك ايه؟ شوف يا زهر، كويس يا بس، السؤال ده مهم جدا جدا، ربنا يخليك يا ست اللواء. وانا هقول يا زهر بس الحاجه برضه عشان الناس تبقى عارفه الموضوع ايه. الارهاب صناعه بنسبه 100%. صناعه بنسبه يعني 100%. الصناعة دي استغلت للأسف الشديد، عملت من الدين مرجعية إلى العمليات الإرهابية، على أساس إن الدول العربية لا تحكم بالدين ولا هذا الموضوع ده، فصنعوا الجماعات الإرهابية من خلال الهياكل اللي موجودة اللي هي جماعة الإخوان المسلمين، واستغلت هذا الموضوع، وأصبح هذا هو المنهج بتاعهم في تنفيذ العمليات الارهابيه. النقطه الثانيه، ان حضرتك شوفي ان كل الجماعات الارهابيه اللي موجوده في المنطقه العربيه كلها للاسف الشديد جعت من لفظ الدين مرجعيه ليها عشان يضمن تعاطف المواطن او الشاب يعني اللي هو ذو ثقافه ضعيفه ينضم اليها، ولذلك عملت ايه؟ قالت جماعه انصار بيت المقدس. تمام. عشان ناحيه دينيه بيت المقدس. طب في سوريا نفس الموضوع. تمام. جماعه النصره جابت نصره الاسلام. طب سياده اللواء، هو احنا يعني احنا هنحتاج كده حلقه كامله ان حضرتك تتكلم فيها، لان للاسف وقت البرنامج انت، لكن هناخد وعد من حضرتك ان تكون موجود معانا داخل الاستوديو. طيب انا اذا كان نص دي او لا، في نص ده لا يزيد، انا اتفضل. عايز اقول حاجه. اتفضل يا سياده. بص يا زباسنا، مصر ما زالت حتى الآن تواجه عمليات إرهابية، وقد يكون لبعض الاعتبارات لا يتم إزاعة بعض العمليات اللي بتتم اللي موجودة عشان السياحة وعشان اعتبارات معينة. تمام. الحاجة الثانية أن مواجهة الإرهاب بالشعب المصري العين، المواجهة الشاملة ليست مواجهة عسكرية فقط، لكن اقتصادية لتوفير الاحتياجات الأساسية لكل مواطن، بالنواحي السياسية، بالنواحي العسكرية، بالنواحي الثقافية والإعلامية، زي ما بنتكلم من خلال القناة الآن. كل الشكر لحضرتك يا ست اللواء، حضرتك كنت منورنا النهاردة. شكرا زباتنا، ومتشكرين لسادة المشاهدين. كل الشكر لحضرتك. مشاهدينا، خلونا بقى نختم حلقتنا النهاردة، ونشكر سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحافظ الوادي الجديد سابقا. كل الشكر لحضرتك يا سيادة اللواء، وانتظرونا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجمي. أشوفكم على خير.